هيسأل كابتن مينا سؤال متعلق بالتحكيم. بعد اللي شفناه كابتن في ماتش انجلترا والهدف اللي ما اتحسبش انجلترا, وماتش الارجنتين والمكسيك والهدف بتاع المكسيك, الهدف الارجنتين عفوا الاول بتاع تيفيز, تمام, الهدف اللي كان من اوفسايد واضح, هل انت شايف يا كابتن, هل انت بتأيد فكره ان احنا ندخل التكنولوجي كاس العالم او الكوره عامه؟ سؤال وجيه جدا, نشكرك كابتن احمد. شكرا كابتن احمد, سؤال رائع واكثر من رائع. والفيفا عامه اعتذرت رسميا لمنتخبي المكسيك وانجلترا رسميا. طبعا في حاجه اسمها الايفاب, الايفاب دي لجنه في الفيفا مسؤوله عن تطوير الكره. بلاتر كان تصريحه الشهير ان الكره, كره القدم لعبه بشريه ولا يجب ان ندخل فيها اي شيء يقلل من بشريتها. جزء من متعه كره القدم يعني بالظبط ان انت يحصل اخطاء. ولكن البعض استشهد بما حدث في ملعب التنس. ملعب التنس التقنيات عين الصقر بيسموها, جهاز عين الصقر بالظبط, علشان يوضح الكره هل الكره تعدت الخط ام ما تعدتش الخط. طبعا نتوقع في المرحله الجايه مناقشات ومناوشات حاده وكبيره في حاجتين, هل نحط في الكوره شريحه ذكيه تقول للحكم لما تعدي خط المرمى, ولا نسمح بالمراقبه التلفزيونيه ان الحكم يروح يتفرج على المرمى. انا اعتقد موضوع الشريحه الذكيه ده مكلف جدا يا كابتن مينا, ولا ايه رايك حضرتك؟ يعني في سبيل خروج كره قدم نظيفه وعادله, بس في حل تاني ممكن يضيفه اللي هو الحكم الحكم الزياده اللي بيقف على الخط. والله احنا شفنا النهارده في ماتش في ماتش اسبانيا والبرتغال, يعني كريستيانو رونالدو حصلت له اعاقه واضحه قدام الحكم المساعد وما رفعش ضايه, ف يعني وجود برضو عنصر بشري تاني هيرجعنا لحته. هي مشكله وفيها لعب كبير. ده طلعت فكره جديده جدا سمعتها النهارده, ان بيقول لك الحكم علشان يجاري سرعه اللعيبه السرعه جدا زي والكوت واللعيبه السرعه جدا, قالوا هيخلوا الحكم يركب حاجه كده زي سكوتر او التوك توك او يركب الحضور او التوك توك. ده فعلا ده خبر قريته وخبر مضحك جدا طبعا ويعني طيب لسه يعني احنا كان زمان برضو لما كنا بنشوف التقنيات ما يعني كنا زمان بنفتكر التقنيات دي مستحيله تحصل. أيوة. فمين يعرف بقى ممكن تحصل. ولكن جزء من حلاوه كره القدم هو ظلمها في بعض الاحيان. تمام. طيب كابتن مينا سريعا جدا توقعاتك لدور الثمانيه والنهائي ونص النهائي. شوف عندما اتحدث عن التوقعات حضرتك عارف مجالي مع التوقعات في الفتره السابقه جزئين, جزء يتعلق بمستوى الفرق والجزء الثاني مدى شعور او احساس او السنس بتاعك هو مباراه. عندما توصل المباراه للنوك اوت او الماتش اللي هو خروج المغلوب نسبه كفاءه الفرق يعني قياسك على مدى كفاءه الفرق بتقل, بيكون الوضع يقبل 50-50. لو بصينا على ماتش يعني انت كنت دور المجموعات كانت توقعاتك الحقيقه حوالي تقريبا 75% من توقعاتك طلعت سليمه بالظبط 80%, لكن هنا ما تقدرش تجزم بقى. هنا صعب, ولكن هنا هنبدا نتكلم عن ماتش ماتش. لو اتكلمنا مثلا عن البرازيل وهولندا, البرازيل وهولندا التقت ثلاث مرات قبل كده في تاريخ المونديال, البرازيل لم تكسب هولندا في تاريخ المونديال في 90 دقيقه, كسبتها مرتين في الجوله 94 في دور الثمانيه بضربات الجزاء 4-1, وفي طول 98 كسبتها في دور قبل النهائي ايام رونالدو وتافاريل والناس دي كلها كسبتها 3. طبعا انت نفسك هولندا كابتن تصعد. هولندا كسبت البرازيل في مونديال 74 كسبتها 2-0 ايام بقى العظيم هانكو. هولندا بتقدم كوره جميله جدا, كوره جميله للاسف بطولاتهم قليله. اتوقع طبعا هم صعدوا لنهائي كاس العالم مرتين في 74 و78 وخسروا مرتين. اتوقع ان هولندا, اتمنى فوز هولندا, اتوقع فوز البرازيل مرة تانية, أتمنى فوز هولندا, أتوقع فوز البرازيل. مباراة غانا وأوروغواي أتمنى فوز غانا, أتوقع فوز أوروغواي. أوكي. مباراة أرجنتين وألمانيا أتمنى فوز الأرجنتين, أتوقع فوز الأرجنتين. آخر مباراة, مباراة أسبانيا وباراغواي, أتمنى فوز أسبانيا, أتوقع فوز أسبانيا. اعتقد ان اسبانيا هتكسب, واي نتيجه غير كده تصبح نتيجه غير عادله في كاس العالم. توقعاتك للنهائي يا كابتن مين؟ مين بناء على كده الدور قبل النهائي لو ماشي زي ما التوقعات بتاعتنا, الارجنتين هتلاقي اسبانيا في نهائي مبكر البطوله, البرازيل هتلاقي اوروغواي او غانا. النهائي اعتقده ارجنتيني برازيلي في نهائي لاتيني, لان دول اوروبا منتخبات اوروبا كلها لم تكسب بطوله كاس العالم في اي مره اقيمت خارج قاره اوروبا. يا
دي معلومه مهمه جدا ونقدر نختم بيها حلقتنا النهارده. كابتن مينا نورتنا بجد وتحليل جامد جدا، وانا اتمنى ان احنا نشوفك تاني في الاستوديو. بنشكر حضرتك جدا يا مستر عبد الرحمن، وبنشكر جميع مستمعينا، وجود لك ان شاء الله في التفين مكسره الدنيا والله ان شاء الله. وهلا هلا 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 اشكرك كابتن مينا نورتنا النهارده. شكرا. في نهايه الحلقه عايز اشكر كل الناس اللي دخلت على الجروب، وكل الناس اللي بتعمل انفايت لاصحابها، وكل الناس اللي عملت بوست على الوول بتاع الجروب، وكل الناس اللي اضافت تعليقات، وشكر كبير جدا لكل اللي بيساعدوني في تسجيل حلقات التيتا فين، والتعليق الصوتي المتميز جدا لاحمد خليفه، وشكر بقى من نوع تاني للمبدع اسلام البيلي على التصميمات الروعه للحلقه وللبرنامج ككل. بشكرك جدا اسلام، وبشكركم كلكم، واتمنى دايما اني اكون عند حسن ظنكم، واتمنى منكم انكم تكتبوا تعليقاتكم على الحلقه دي على الجروب وتسيبوا رايكم في الحلقه. اسيبكم دلوقتي مع رامي صبري واغنيه جواي هتعيش. نتقابل على خير ان شاء الله بعد شهر من دلوقتي، وحلقه جديده من برنامجكم التيتا فين مع عبد الرحمن عوض. سلام عليكم. هيوحشني الكلام.